سنشكر كل من ضم إليها، وسنوجه دعوة للناس اللي مازال ما شاركوش معايا أنهم ينضموا بسرعة للصفحة الرسمية أي لاباج أوفيسيال باش أنهم يوصلهم كل جديد وأنهم يستطيعوا يشاركوا في البث المباشر إن شاء الله. خوتي خواتاتي، الكل ساق الخبار الفيديو اللي تلاح مؤخرا على قنوات التواصل الاجتماعي واللي تضمن اغتصاب فتاة قاصر من طرف شخصين اللي مازال لحد الآن تيتم البحث عليهم من طرف الشرطة. إذن تم الاغتصاب ديال هذه الفتاة من طرف وحشين آدميين تناوبوا على الاغتصاب ديالها والتصوير ديالها. إذن كما تلاحظوا إخواني أخواتي، كثرت الجريمة وبالأخص الاغتصاب بشتى أنواعه، يعني اغتصاب النساء، اغتصاب الأطفال، اغتصاب الشيوخ، يعني ما بقاوش شي ستنين أي واحد في المجتمع ديالنا. يعني الإنسان ولا غادي في الشارع وخايف على راسه وخايف على وليداته، يعني هذه حالة ما بقاش يصبر عليها حتى شي واحد. إذا كما تلاحظوا أخوتي أن الجريمة ولات أخذت واحد تطور كبير في هذه الآونة الأخيرة، يعني أن المجرم أو المذنب والتي يقوم بالجريمة دياله وتصورها في نفس اللحظة وتبارطاجيها مع الناس، واش هذه ولات زعامة ولا أنه ما بقاوش الناس يخافوا من القوانين، ما بقاوش يخافوا من الحبس، يعني علاش هذا الشيء ولا كثير في هذه الآونة الأخيرة بالضبط. تنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي شحال من فتاة تعرضت للاغتصاب وتم التصوير ديالها من طرف الفاعل، وتيوري وجهه بلا حشمة بلا حياء بدون خوف بلا حتى شي حاجة، لأنه عارف شحال غادي يضربوه كاع 3 سنين 4 سنين، غادي يدخل كاع إلا دخل الحبس، غادي يخرج من الحبس وهو محترف، يعني مجرم محترف، وغادي يقوم بفعل أكثر من الأولانية. إذا كما تلاحظوا خوتي، كثرت الجريمة، كثرت الشفرة، كثرت ظاهرة الشرميل أيضا، الناس ولاو تيتصوروا بالأسلحة ديالهم بالجناوة بالماس، تيتصوروا بهم ويبارطاجيو الصور ديالهم عادي وكأنه لا شيء لم يكن. إذا هاد الحيوان ولا هاد حتالة المجتمع ولا هاد الحشرة، يعني جميع الكلمات السلبية تجي في حقه، يعني تجي في حقه. تكرفس على هاد البنت وصورها، ومن فوق ذلك طلب منها 200 درهم باش انه يطلق صراحة باش انها تمشي في حالتها. مني غيتشد هاد المجرم غادي ينوض الاهل ديالو والوالدين ديالو، غيبداو يطالبوا الناس انهم يسمحوا ليه، يطلبوا من البنت انها تسمح ليه. علاش؟ لانه مسكين مريض نفسانيا، ما عرفش شنو تيدير من بلي، يعني وغالبا كاع الى تحكم غيتحكم بثلاث سنين اربع سنين. علاش خاص هذا الحكم يتبدل؟ حنا كشعب مغربي تنطالبوا باقصى العقوبات، تنطالبوا بالاعدام. حنا تنهضروا بلسان هاد الفتيات اللي تكرفصوا، مساكن اللي ضاعوا في حياتهم، حنا تنهضروا بلسانهم، تنطالبوا بالاعدام، تنطالبوا بالقصاص، باش مثل هاد الحيوانات او هاد الحشرات المضرة ما نبقاوش نشوفوها مازال بيناتنا تتجول في الشوارع مع الناس وتخلعهم وتكرفص عليهم. اذا هاد الحيوانات خاصهم يتقاداو، خاص الابادة الجماعية لمثل هاد الحشرات هادي. اذا الشعب التي يعاني من فساد في الاخلاق والانحلال والتفشي الجريمة، لماذا؟ لان المجرم ما بقاش ياخد الجزاء اللي استحقوا على الجريمة ديالو. 3 سنوات او 4 سنوات هي غير كافية باش ان هاد المجرم يحس بالغلط ديالو، يحس بالجريمة اللي ارتكب وبالذنب اللي دار، باش انه يحرم، باش انه يعاود مرة اخرى الجريمة ديالو. بل ان ولينا تنشوفو تيدخل السجن 3 سنوات او 4 سنوات وتيخرج واحد الانسان اللي هو قاري وفاهم الجريمه، وتيخرج ويدير اكثر من الجريمه الاولانيه ديالو. اذا حنا الشعب تيطالب بالاعدام وبالقصاص لمثل هاد الحشرات الميكروبات، باش انهم ما يبقاوش يتمشاو معنا في المجتمع ديالنا نهائيا.
الناس ولات تتخرج للشارع، ولات تتخاف على راسها، تتخاف على وليداتها، تتخاف لان الشارع ولات يعج بالمجرمين وقطع الطرق واللصوص، هادشي ولا كثير ولا كثير، هادي ولات ظاهره منتشره بزاف. اللهم ان هذا لمنكر، لو ان المجرم تياخد اقصى العقوبات كان غادي يحرم، بل انه تيدخل السجن وتيتسنى القفه تجي تال عندو، عايش مع راساتهم فيك بخير وعلى خير، تيتسنى النهار اللي خرج من السجن انه باش ينتقم من هذاك اللي شكا به ولا ينتقم من هذيك اللي شكات به. اذا حنا تنطالبوا باقصى العقوبات، وتنطالبوا بان يطبق قانون الاعدام فعلا، ان الناس يتعدموا بحال هاد الناس هادو، خاصهم يتعدموا فعلا، ما يبقاوش جالسين في السجن والقفه تجي حتى عندهم. من هذا المنبر تنتمنى للفتاه اللي تعرضت لهذا الاغتصاب ان ربي يشوف من حالها، وانها تجاوز هذه المحنه هذه بسلام ان شاء الله، وانها تنوض على رجليها وتجاوز كل هذه المشاكل اللي مرات بهم، والله ياخذ الحق في هذا اللي كان سبب، والله ياخذ الحق في هذا المجرم هذا اللي تكرفص عليها. اللهم اننا نشكو لك حال الشعب المغربي، اللهم انزل علينا من رحمتك وتب علينا، انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين. تنشكركم على حسن المتابعه، وتنتمنى ان الموضوع نال اعجابكم. الى اللقاء ان شاء الله.